توماس ألفا أديسون، ولد عام 1847 وتوفي عام 1931، وهو أمريكي الجنسية. توماس ألفا أديسون المخترع الأعظم على مر الأزمنة، تعلم في المدرسة 3 أشهر فقط عندما كان في سن 7، بعدها طرد من هناك عندما قرر المدرسون أنه ليس هناك أي احتمال في أن يستوعب هذا الطالب المواد التدريسية. ما هو سر نجاح أديسون؟ مزيج من الطموح القوي والراسخ، الثقة الهائلة بالنفس، وقبل كل شيء فضوله الذي لم يعرف الشبع، وخيال تكنولوجي عبقري. ما الذي دفع به إلى الأمام؟ هناك من يعتقد أن اختراعاته هدفت إلى تحسين مستوى الحياة البشرية عبر الأدوات التكنولوجية، وهناك من يرى أن الربح المالي كان محركه. بالطبع من المحتمل أن يكون كلا الدافعين قد حركاه، لكن يمكن من خلال أمور هو ذاته صرح بها ذات مرة حول عمله أن نعرف عن مواقفه الشخصية في كل ما يتعلق بالاختراعات. كسب أديسون مبلغ 4 ملايين دولار، وهو مبلغ يعتبر ثروة في تلك الفترة، مقابل اختراع نظام إضاءة كهربائي. لكنه في وقت لاحق خسر كل هذه الأموال عندما فشل في تطوير طريقة لتكرير الحديد الخام. عندما تبين له أنه خسر كل ماله قال: حسنا، ذهبت الأموال، لكن الطريقة التي خسرت بها كل هذا المال كانت متعة حقيقية. أديسون سجل لصالحه أكثر من 1000 اختراع، لكن أهمها هو الفونوغراف ومصباح التوهج الكهربائي. كان لأديسون 6 أولاد من امرأتين، لكن على ما يبدو لم يكن لديه متسع من الوقت لهم. أحدهم على الأقل سلك طريقا مختلفا تماما عن والده وأصبح سياسيا ناجحا. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.